عايزين بس نبارك لفريق طنطا اللي صعد النهارده بشكل رسمي للدوري الممتاز للمره 15 في تاريخه بعد ما فاز على مين يا جماعه؟ سيدي سالم، فريق سيدي سالم بنتيجه 2-0. بنبارك لهم طبعا، واحنا دايما بنكون منحازين للانديه الشعبيه، نفسنا الدوري الممتاز كله يبقى مليان انديه شعبيه لان ده هيضيف متعه اكبر للدوري يعني بكل تاكيد. المدير الفني طبعا كابتن ايمن المزين اللي قاد فريق طنطا للصعود للدوري الممتاز عشان يلحق بفريق اسوان الاسبوع اللي فات ايضا صعد للدوري الممتاز بشكل رسمي. اكيد بنبارك لهم ونتمنى لهم كل التوفيق في بطوله الدوري السنه الجايه باذن الله.